نادي الزمالك يبني على هذا الفوز، يبني على الحصول على سوبر الافريقي وداخل على سوبر محلي، كيف يبني نادي الزمالك والفريق وجوزيه جوميز على هذا الفوز؟ بص انت وصلت للحاله اللي تعرف تكسب بيها. خلاص؟ انت كلاعب كوره توصل نفسك دائما لهذه الحاله. دائما لهذه الحاله. خلاص؟ ما تقلش عنها، ما تخليش حاجه تخرجك بره تركيزك. دائما مركز. خلاص؟ الحاجة التانية ان انت كسبت مهم جدا جدا جدا، كسبت ثقة الجمهور فيك. صحيح. كسبت ثقة الجمهور فيك، الجمهور حس ان انت تقدر تحقق له امانيه، وده شيء مهم جدا جدا جدا، فبيرفع مستواك. انا بكلمك على يعني شعوري كلاعب كرة. ايوه. واخد بالك ازاي؟ الحاجة التالتة ان الراجل المدرب الجهاز الفني الناس يعني بتثق جدا في تفكيره وفي قدراته التدريبية. خلاص؟ دي حاجة مضيفة، تخلي إضافة للي جاي، تخلي الراجل يشتغل وعارف إن جمهور الزمالك بيثق فيه جدا. مهم جدا إن أنت كمدرب تبقى عارف إن الناس واثقة في أي قرار ليك، واخد بالك إزاي؟ صحيح. خلاص؟ الحاجة الرابعة اللي عملها أحمد سليمان، تقفل. خلاص؟ لو جمعت هذه العوامل، جمعت هذه العوامل مع إرادتك اللي جوه، إرادتك، أنا مش لازم أطلع لك خبر يتقال عليك عشان أستفزك. لا، أنت لازم تبقى مستفز دائما دائما، لأنك أنت لما بتلعب بالحمية اللي لعبت بيها دي ممكن محدش يقف قدامك. صحيح. فأرجوك دائما تحفز نفسك، دائما تحفز نفسك، تحفز زمايلك، زي ما الراجل اسمه شيكابالا ده بيعمل. هو شيكابالا لعب؟ لا، ما نزلش. صح. شيكابالا تحس انه لعب ال 90 دقيقة. صحيح. الماتش كله. اكتر كمان من اللعيبة. ايوه. فكان بيحفز، هو ما لعبش، دوره من بره الملعب كان اهم حتى من دور لعيبة جوه الملعب. صحيح. فانت كلاعب كورة بينكم وبين بعض دائما التحفيز جواكم، الامكانيات الفنية بتاعتكم ظهرت، محدش يقل في الحالة النفسية بتاعته، حتى لو لقيت واحد زميلك بيشتكي من حاجة ساعده عشان يقف على رجليه. أنا شايف إن الأمور دي لو اتعملت الأمور إن شاء الله هتبقى كويسة، واللعيبة دي إن شاء الله تعمل لنا حاجة كويسة في اللي جاي.